تحية لكم، السلام عليكم، أهلا بكم لنشرة الرئيسة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع أبرز العناوين. وزير المالية الأسبق المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي الدكتور عبد الرحمن بن خالفة في ذمة الله، ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي عائلة الفقيد. تواصل عملية إيداع ملفات الترشح للتشريعيات بعد قرار التمديد، والشرف يكشف عن عدد ملفات الترشح المودعة ويؤكد أن التمديد لن يؤثر على الموعد الانتخابي. التعريف بمناخ الأعمال بالجزائر أمام عدد من السفراء رهان المتعاملين الاقتصاديين تحضيرا للملتقى الدولي للشراكة والتجارة المقرر الشهر المقبل. وفي الشهر الفضيل قافلة تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية ببرج باجي مختار. وفي النشرة وقفة عند ظاهرة تبدير مادة الخبز. إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات سافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. والتلفزيون الجزائري ينقل مشاهد حصرية لصمود المقدسيين. تحية لكم. انتقل اليوم إلى رحمة الله الدكتور عبد الرحمن بن خالفة المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 72 عاما. إثر هذا المصاب الجلل بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعث برسالة تعزية جاء فيها: تلقيت بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي الدكتور عبد الرحمن بن خالفة. ندعو الله تعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته في يوم مبارك وشهر مبارك، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي جو مهيب شيع عصر اليوم جثمان الفقيد عبد الرحمن بن خلفة بمقبرة دال إبراهيم بالعاصمة، وقد حضر مراسم الدفن إلى جانب عائلة الفقيد وأصدقائه شخصية وطنية. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه. في ملف التشريعيات أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن تمديد أجال إيداع ملفات الترشح لن يؤثر على توازنات المسار الانتخابي وموعده المسطر في 12 جوان المقبل، كاشفا بالمناسبة عن عدد الملفات المودعة إلى حد الآن. تم سحب 1813 ملف من قبل 53 حزب معتمد، هذا السحب ده، و 3575 ملف في إطار القوائم الحرة، هذا اللي تم سحبه. الناس اللي راي صرحت بأنها تدخل في المنافسة لحد اليوم، يعني تم إيداع بالنسبة لداخل الوطن 747 ملف عبر 58 ولاية، منها 22 الأحزاب السياسية و 265 قائمة مستقلة. في الخارج تم إيداع 15 ملف للترشح من قبل 9 أحزاب. يتواصل إذن إيداع ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة، وتتسارع وتيرة جمع التوقيعات. العينة من ولاية البويرة مع رامي عامر بصوت علي سليماني. يحملون ملفات تتضمن توقيعات المواطنين المؤيدة لقوائمهم المترشحة لتشريعيات 12 من جوان المقبل. هكذا توافد ممثلو الأحزاب والأحرار لإيداع قوائم الترشيحات. منذ 14 أبريل إلى يومنا هذا ونحن في استقبال الملفات، أول استقبال توقيعات للمترشحين، هو يستقبلهم السيد القاضي المكلف بهذه ورئيس اللجنة الولائية، بعد الدراسة والمراقبة يصدر منه وصل إيداع للتوقيعات. بذاك الوصل الإيداع المودع يأتي بملفه للترشح عند رئيس أو المندوب الولائي.
لدى مرحلة إيداع ملفات الترشح هنا تعكف اللجنة على ضمان استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات. إذا كان ملف كامل يحول إلى لجنة لدراسة دقيقة، وفي حالة ما إذا كان تحفظات احنا نطلبوا منه أنه يصحح ولا يرفع التحفظات هذه، ولكن الشرط أنه يحترم الأجال اللي هي 8 أيام بعد إيداع الملف. تشريعية 12 من جوان محطة أخرى في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر. في ملف آخر، أعلن المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير خلال تنظيم إفطار جماعي أمس على شرف سفراء ورجال أعمال، أعلن المركز عن موعد انعقاد الملتقى الإفريقي الدولي 7 للاستثمار، وهذا في 24 مايو المقبل. للتلفزيون نسيمة يعقوبي. إفطار جماعي لربط العلاقات بين السفارات ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية. سيكون لنا عمل كبير في المرحلة المقبلة في 10 سنوات المقبلة، لأن نساهم في تنمية المجتمعات وبناء الأسس الحقيقية لإفريقيا. نعلم أن إفريقيا هي قارة المستقبل، كونها تستقطب أكبر قدر ممكن من المستثمرين، وللجزائر دورا كبيرا تلعبه اليوم باعتبارها تملك نسيجا اقتصاديا هاما. والجزائر اليوم أمام رهان تصدير المنتوج الوطني والبحث عن أسواق إفريقية ودولية. علينا أن نعمل على تعزيز التعاون التجاري بين منطقة المغرب العربي وخاصة الجزائر مع شرق أفريقيا، مع دول القرن الأفريقي ومع دول وسط أفريقيا. نحن نرجو أن تكون هناك نتائج إيجابية جديدة تطفو شراكة بين روسيا وإفريقيا. هذا وقد تم الإعلان عن الملتقى الإفريقي الدولي 7 للاستثمار والتجارة يوم 24 مايو القادم، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بمشاركة أكثر من 600 متعامل اقتصادي لأزيد من 29 دولة. تنمويا، يحول غياب غرف التبريد ومصانع التحويل بولاية خنشلة دون مضاعفة كمية إنتاج أجود أنواع التفاح، يقول محمد ياسين نقاش. وأنت تجوب دائرة بوحمامة وعلى مد البصر حقول الأشجار المثمرة تشد انتباهك، خاصة التفاح. الجودة موجودة والكم يزداد عاما بعد عام، ومعه تزداد مخاوف الفلاح. ما عندي شوي نستوكي البرودوي تاعي، دونك تسمى هو البرودوي تاعي راح نرميه للواد. واش ينقذني من هذا العملية تاع الرمي هو أن تكون عندي وحدة تاع التخزين وإلا وحدة تاع تحويل. كل ما انتجنا ما كانش تخزين، لا احنا نطلبوا بزاف تخزين. هذا متاع غرف التبريد هذه راهي تنقص علينا مشاكل كبيرة. خلاص، التخزين والتحويل المطلب الأول لفلاحي المنطقة لانقاذهم من سماسرة القطاع. مشروع أراد هذا المستثمر إنجازه، ولكن عندي مشروع بروبوزيتو وعندهم صافي سات موا ما كان اوكي ريبونس، ان وزين تاع تحويلات بيسك المنطقة معروفة لنا بالتفاح وكاين انواع اخرين، الظروف ما كانش اوكي ريبونس. حاولنا معرفه مصير هذا المشروع عند السلطات المحليه. ان شاء الله رانا نسعى باش نتكفل بها مع المستثمرين، وهي تخزين اللي هو ناقص بالنسبه لمنطقه بوحمامه. احنا خصصنا ان شاء الله باش يكون هناك منطقه صناعيه لاستقطاب المستثمرين لتحويل كذلك المنتوج الفلاحي والفائض الموجود، وهذا إن شاء الله يكون عن قريب. تبسيط الأمور الإدارية والحد من البيروقراطية هو الحل لاستقطاب المشاريع الجادة التي يمكنها إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. تكافل الآن، حيث انطلقت من ولاية أضرار 8 شاحنات محملة بعانات ومواد غذائية موجهة للبدو الرحل بولاية برج باجي مختار. المزيد مع فاطمة الزهراء بن فرج الله. تجسيدا لروح التضامن، انطلقت من ولاية أضرار هذه القافلة التضامنية نحو ولاية برج باجي مختار، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين. الأسبوع القادم إن شاء الله سنحضر حوالي 2000 أو 2500 طرد
غذائي موجه إلى سكان القصور على مستوى ولاية أضرار. بالموازاة كذلك كانت صبت المنح التضامنية المقدرة ب 10,000 دينار جزائري والتي مست 830,191 أسرة هنا في ولاية أضرار. كذلك عندنا مساعدات تضامنية الموجهة لمطاعم الرحمة ككل سنة، واليوم الحمد لله عندنا 21 مطعم مرخص الذي يؤدي خدمة توزيع 1,000 وجبة يوميا. شاركوا في هذه الأعمال التضامنية من خلال التجار تاعنا، يعني تجار بارك الله فيهم وربي يجازيهم إن شاء الله وربي يجعلهم في ميزان الحسنات تاعهم باش يساعدوا إخوانهم المعوزين والمحتاجين. هي مبادرة تعكس التكافل الاجتماعي، ومن المنتظر أن تبرمج عمليات موجهة لمناطق الظل بولاية أضرار. وفي حين نشكو غلاء الأسعار في الشهر الفضيل، تطفو إلى الواجهة سلوكيات استهلاكية سلبية، وفي صدارتها تبذير مادة الخبز حيث ترمى الأطنان في القمامة يوميا. دنيا نوالي والمزيد. أرقام صادمة ناجمة عن تبذير الخبز التي ترتفع وتتضاعف خلال شهر رمضان المبارك. في رمضان تختلف السلوكيات تاع المستهلك الجزائري، يبدا عندنا كما نقولوا حنا يرغب لكل شيء، يبدا يتشهى كل شيء. والتبذير تاع الخبز فيها يتبذر دائما الخبز اللي جا كاين اللي يشري بزاف يلهف في النهار وعلي يضيعها هكا ما ياكلش. كدخل الكوشة وتشوفيه سخون ولا تشري 8 تشري 10 تشري على حسب على حسب العائلة. يبدع الخبازون خلال الشهر الفضيل في تحضير أنواع الخبز وتقديمه بأشكال وأدواق مغرية ليرفع الرهان حول وعي المستهلك وتوعيته بالآثار السلبية الناجمة عن التبذير الغذائي. لابد من ضرورة العمل والتضافر الجهود في سبيل لفت انتباه المستهلك حول ظاهرة التبذير. الخبز الذي يرمى في المزابل أكرمكم الله وفي الكثير من الأماكن في الطرق في شتى الأماكن، فهو يعني حرام على الإنسان بأن يعني يضيع يعني أكثر من اللازم، يشتري معناه يشري على حساب يعني الحاجة. مكافحة التبذير الغذائي مسؤولية الجميع. تسبب حادث مرور خطير بنعامة في صابة 48 شخصا بجراح متفاوتة الخطورة جراء انقلاب وانحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط تندوف شلفكة أعلمتها 53 راكبا حسب مصالح الحماية المدنية. المزيد مع مصطفى دحوي. رغم الحملات التحسيسية المتواصلة إلا أن حوادث المرور ما زالت تقع عبر جهات عديدة من الوطن. فهذا الصباح حافلة قادمة من تندوب باتجاه شلف انقلبت على متنها 53 مسافرا. المكان تاع الحادث هو وقع في محور الدوران اللي ماهوش بعيد على لوشاف اليود لا ولايه، يعني من حسن حظنا انه الحادث كان على حوالي 1 كيلومتر من المستشفى. كما راكم تعرفوا المسافه بين ولايه تندوف ولايه شلف هي مسافه يعني طويله جدا، هنا فيه قله التركيز اكيد تاع السائق. السلطات المحلية المدنية والأمنية كانت حاضرة بمستشفى قادري محمد بن نعامة لمعاينة الوضعية الصحية للمصابين. هذا كنت راكد أنا ما كيف طنت لقيت الناس تعيط، هذا هو الحمد لله كل عمال المستشفى هذا يعطيهم الصحة وعمال الأمن شكرهم ثاني. هناك ثلاث من المسافرين تعرضوا لي فراكتير تاع الكلافيكول والكساسون دو ليبول فقط، والبقيه بعض من الجروح يعني غير خطيره. يعني اياكم يا ساده السواق اياكم والافراط والتجاوزات الخطيره والاستعمال السرعه المفرطه. نعرفوا باللي الناس في رمضان يحبوا يوصلوا بكري للديار، وانما في الحقيقه يعني راح في حالات كيما هذه ما يوصلش لدارو بكري وانما يوصل الوفاه على سي بكري. ويبقى الالتزام واحترام قانون المرور مطلبا أساسيا للسلامة المرورية خاصة خلال شهر رمضان الفضيل. سعيا إلى الحد من الحوادث التي يسببها الإفراط في السرعة قبل موعد الإفطار، تكثف مصالح الأمن حملاتها التخصيصية. العينة من العاصمة في ريبورتاج علي سليماني. احنا خصيصا اليوم بما في شهر رمضان الكريم وهذا التوقيت بالذات نرانا نديروا حملة تحسيسية توعوية لفائدة جميع السواق المركبات خصيصا للحد من حوادث المرور. الانسان يروح بالعقل حباه يلحق لدارو، دوك يخسر يضيع 10 دقائق يلحق روطار ما خير من ما يلحقش كاع لدارو وكذا لي زاكسيدون. طالما عرفت الساعة الأخيرة قبل موعد الإفطار نسبا عالية من حوادث المرور بسبب السرعة المفرطة. هذه حاجة مليحة نحسوا بها العباد، ومشغل واحد يدخل لازم لاحق على الفطور 10 دقائق روطار
خدمة الزر في خمس دقائق وتعش يجيبوك الله يرحمك، صح ولا لا؟ لا علاش تجري يا أخي؟ ما تجري ما والو. أو الناس لازم بلا حملة تكون واعية، هذا الوقت هذا هو يروح بالعقل، ما تفوتوا خمس دقائق عشر دقائق معليش، بيسوشال يروح مأمن. تعددت هذه الحملات التحسيسية لأعوان الأمن الوطني، غير أن نقص الوعي لدى السائقين ما يزال قائما. والحد من حوادث المرور خاصة مع اقتراب موعد الإفطار، في هذا التوقيت بالذات نشهد عدة سلوكات سلبية تصدر من بعض مستعملي الطريق من خلال استعمال السرعة المفرطة، السياقة المتهورة، ارتكاب جميع المخالفات الخطيرة. مبادرة توعوية تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين من حوادث المرور في هذا الشهر الفضيل. هذا في حال وقوع حوادث المرور، أو في هذه الحالة ترفع نداءات التبرع بالدم. من تمنى استروبورتاج رابح مدوي. من مسجد الرحمة بقطع الواد إلى المدرسة القرآنية عبد الله بن عباس، مسافة 200 متر مشيا على الأقدام، تضاف للأجر الذي سعى إليه العشرات في حملة للتبرع بالدم. تجند إليها طاقم طبي وشبه طبي لمستشفى مشون بطمرست. نحن من المشجعين تاع المبادرة، ونتمنى أنها تعم في المجتمع تاعنا. نحوس على الأجر وما دابينا كثر الحملات هادو. يعني إن شاء الله فول أنت ميرا لأن تدو أنت بالك اللي واد من أسارة القطرة طانهني واغنو. بمجرد ما علنا على هذه المبادرة إلا وبدأت تجينا الناس ويسولوا على الوقت وهم أمامكم الحمد لله. فرحة لا توصف لمن زكاه الطاقم الطبي لهذا التبرع، أما من تعذر له ذلك فالدال على الخير كفاعله. نبدأ بالأطنسيون ونشوفوا اشكا عنده انيمي يشكي من اي مرض، كما يكون عنده والو ان شاء الله يقدر يتبرع. احنا ما كناش عارفين باللي لا طنسي وهابطه لا طلعه، بصح جينا باش نتبرعوا على غالب. طابور وانتظار لمن ياتي دوره في حمله تضامنيه انسانيه بامتياز. إلى تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، حيث سجلت 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات رحمهم الله، فيما تماثل 138 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. حزبيا أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا من قسنطينة على ضرورة مد جسور الثقة بين القوى السياسية لنجاح الموعد الانتخابي بما يستجيب لتطلعات المواطنين. المزيد مع رضا تبرمسين. دعت حركة البناء الوطني إلى ضرورة التزام النخب السياسية بميثاق شرف اتجاه المواطن في الاستحقاق المقبل. نؤيد وندعم عملية الانتقال السياسي الآمن بما يحفظ التنوع السياسي ويمد جسور الثقة بين عموم القوى السياسية ويعزز ثقافة قبول الآخر وإشاعة روح التعاون ورفض الاستئثار والتفرد والاستحواذ والإقصاء للآخر، ويسعى لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. كما دعا بن جرينا إلى ضرورة الاحتكام للعقل والمنطق وتغليب المصلحة العليا للوطن. إننا نؤمن أن التحديات التي تواجه بلدنا العزيز أكبر من أن يواجه حزب أو طيار، وتحتاج إلى وقفة كل الجزائريين من أجل المصلحة العليا للوطن. لا نريد الإقصاء، لا نريد الهيمنة، لا نريد أن نبني الجزائر الجديدة بالأحقاد وتصفية الحسابات. لذلك ندعو إلى مشاركة الجميع في تكريس التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري من خلال إنجاح الإصلاح السياسي والتنافس الانتخابي النزيه الذي هو جوهر العملية الديمقراطية. 57 ولاية ستخوض فيها حركة البناء الوطني غمار تشريعيات جوان المقبل.
دوليا وفي الملف الصحراوي، نفذت وحدة جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الدل والعار، حسب البيان العسكري رقم 62/100 الصادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية. في سياق آخر، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن صحة الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي لا تدعو للقلق، وأنه يتمثل للشفاء، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. جمعة أخرى مميزة في فلسطين المحتلة، سلسلة اعتقالات طالت فجر اليوم 50 شابا في القدس الشرقية المحتلة خلال محاولتهم التصدي لعصابات المستوطنين. إلى ذلك، أكدت الخارجية الفلسطينية أن صمود المقدسيين تجاه ما يتعرضون له من مخططات تهجير واقتلاع كشف مجددا أزمة الأخلاق والقيم والمبادئ الدولية. صور حصرية ينقلها لنا مراسلنا وسام أبو زيد. دفاعا عن الأقصى واقتحامات المستوطنين الليلية، هب المقدسيون رجالا ونساء شيبا وأطفالا في البلدة القديمة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم واعتقال عشرات آخرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي دون أن تنال آلة الحرب الإسرائيلية من عزيمتهم. جزء من السياسة المستمرة للاحتلال للتضييق والتنغيص والتنكيد على المقدسيين، سواء عن طريق إطلاق العنان وإفساح المجال للمستوطنين إنهم يجوا يحاولوا يرهبوا الشباب والناس، أو عن طريق وضع الحدايد ومنع الشباب أنها تقعد على مدرجات باب العمود. ولا إشي بيقدر يمنعنا عن ندخل الأقصى، طبعا ولا إشي، نهون باقي راح نضل وباقين إن شاء الله. ليلة عصيبة عاشها المقدسيون خلال المواجهات استخدم فيها الاحتلال خراطيم المياه العادمة واعتقال مصلين يؤدون التراويح وقيام الليل في باحات الأقصى، إلى جانب أطفال كانوا في شوارع القدس دون أن يمنع المستوطنين من الاعتداء على المنازل الفلسطينية. هاي ما هي إثبات وجود، صارت من يوم ليوم تكون إثبات وجود الأمور، فالإثبات الوجود يعني هان يا إحنا يا هم من، وهذا صار وضع صعب. احنا ما لنا محل نروح فيه الا هون، ومش متخلى عن القدس، وعندنا انتماء وعندنا ارتباط مليون شغله، احنا معروفين انه ايش هي القدس بالنسبه لنا. احداث حركت الشارع الفلسطيني في غزه وخرج بمسيرات شعبيه رغم الحظر بسبب وباء كورونا للتاكيد على وحده الارض ووحده الشعب ووحده المصير. لأهلنا في القدس، لأبناؤنا في القدس، لشيوخنا في القدس، أننا معكم، دماؤنا دماؤكم، تسيل رخيصة فداء للأقصى، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. فما جرى في مدينة القدس الليلة الماضية وجد صداه نهارا هنا في قطاع غزة، ما يؤكد أن المساس في المقدسات الإسلامية سيشعل من جديد انتفاضة فلسطينية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. وسط إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة التشادية إنجامينا، شيع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي قتل الاثنين الماضي، وقد حضر مراسم تشييع الرسمية 11 زعيما من مختلف بلدان العالم. في المغرب، نظم أساتذة التعاقد وقفة احتجاجية جديدة أمام المحكمة الابتدائية رفضا لنظام التعاقد وللممارسات القمعية ضدهم بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، وهذا تزامن جلسة محاكمة زميل لهم، حيث عبر المحتجون خلالها عن رفضهم للمحاكمة الصورية التي يتعرض لها وهو وباقي الأساتذة المتابعين أمام المحاكم بسبب نضالهم داخل التنسيقية المغربية للأساتذة. هذا وقد نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقمع السلطات للحريات في المملكة. في مستجدات ملف كورونا حول العالم، أعلنت اليابان حالة الطوارئ القصوى في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخرين لاحتواء الوباء، فيما بدأت ألمانيا تطبيق قواعد ملزمة جديدة على مستوى البلاد والتي تفرض مزيدا من القيود على الاختلاط، فيما سجلت البرازيل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا. وحسب هيئة المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تخطت
الإصابات في إفريقيا 4,467,000، حيث سجلت جنوب إفريقيا والمغرب سجلت أقول جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر أكبر عدد من حالات الإصابة. هي دار للقرآن باسم واحد من أعمدة الفكر والدين في الجزائر، الشيخ أحمد سحنون رحمه الله. نلج أسوارها مع هشام سعدودي. في هذا الصرح بجماليته المعمارية ولمسته الحداثية التقينا إسلام وأمه الفرحان بالتواجد والتمدرس هنا. بمجرد دخول صراحة ابني إلى المدرسة القرآنية من العام الماضي حدث له تغيير، يعني ما شاء الله لغويا وحتى من ناحية الشخصية دياله سلوكيا طبعا. أنا نقرأ وإحنا سورة الفاتحة من بعد سورته ومن بعد كمل سورة. مليحة هنا في القسم ولا في الدار؟ في القسم. ما بين مسؤولية تدريس الناشئة ومتعة التعامل معها اجتهاد كبير للمؤطرين والمعلمين وتجاوب جميل للصغار. هؤلاء الأطفال أمانة عندنا، فيجب أن يخرجون من هذه المدرسة وهم محصلين على كم من المعلومات الأخلاقية والمعلومات العلمية الدينية أو الدنيوية. المدرسة مدرسة أفضل. هذه المدرسة التي تحمل اسم المجاهد العالم الشيخ أحمد سحنون أصبحت مقصد الكثير من الناس. نيت بأموال المحسنين والحمد لله، وهي وقف لله تستقطب أو تعنى بالتعليم القرآني. ومنذ أن افتتحت في سنة 2012 رسميا، يعني استقطبت العدد الكثير، وهذا ما جعلنا يعني نبدأ في مشروع التوسع. لطالما كان طلاب الكتاب مميزين في تحصيلهم الدراسي ببركة كتاب الله. قبل الختام إلى التذكير بأهم ما جاء في النشرة. وزير المالية الأسبق المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي الدكتور عبد الرحمن بن خلفة في ذمة الله ورئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني يعزي عائلة الفقيد. توصل عملية إيداع ملفات الترشح للتشريعيات بعد قرار التمديد. والشرفي يكشف عن عدد ملفات الترشح المودعة ويؤكد أن التمديد لن يؤثر على الموعد الانتخابي. التعريف بمناخ الأعمال بالجزائر أمام عدد من السفراء، رهان المتعاملين الاقتصاديين تحضيرا للملتقى الدولي للشراكة والتجارة المقررة الشهر المقبل. وفي الشهر الفضيل قافلة تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية ببرج باجي مختار. وفي النشرة وقفنا عند ظاهرة تبذير مادة الخبز. إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات سافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. والتلفزيون الجزائري ينقل مشاهد حصرية لصمود المقدسيين. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، سحبتكم. تقبلوا تحيات فريق الخدمة، إلى اللقاء.